معايا لفه جلاش هترميلك شويه حلوين جدا. لتر لبن دافي ونص كوبايه سكر وفانيليا، والثلاثه دول هم سر الصنعه، هم دول سر الصنعه اللي هيطلعوا لك فطير طعم وريحه مفيش بعد كده. وبعد كده عندي سمنه سايحه ملهاش مقدار، ده دي اللي ايه هورق بيها بس الجلاش، ورق الجلاش بتاعنا. هعمل منه الساده، وهعمل منه اللي محشي بسبوسه ومكسرات وقشطه. الحشوه بتاعتنا دي، الحشوه شيلي وحطي فيها زي ما انت عايزه، ممكن تعمليه حادق، حطي تونه، حطي بسطرمه، حطي تشكيله جبن. لبن على النار يدفى بس. تاني بقول لكم ان سر صنعة الفطير بتاعنا النهارده لما تعملوه في البيت بقى وتدعوا لي دعوه حلوه كده على جماله، السر في اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. ادي لتر لبن، نص كوبايه سكر بس ما تزوديش السكر عشان احنا كمان هنرش عليه سكر بودر، وسنه فانيليا سواء فانيليا بودر او فانيليا سايله، وسايباه يدفى بس ما يسخنش يا جماعه، مجرد انه يبقى دافي بس. وبسخن طاسه كده في الجلاش، بسلك كده، بصوا ازاي الورقه تمشي معايا للاخر كده، وارجع احطها تاني نفس الحكايه برده عشان لما اجي اشتغل ما الاقيهوش لازق في بعضه، وايديا تبقى فيها سمنه والطاسه سخنه، وتبصي تلاقي نفسك فجاه احتستي لا قدر الله يعني. فشوف انا بعمل ايه، نمشي مع بعض بالخطوات دي. بسلك ورق الجلاش الاول قبل ما ابتدي الشغل فيه. هجيب ورقتين، اول ورقه هحطها كده هفردها كده على البلانشه، وهتاخد مسحة سمنة، وسمنة يا جماعة مش زبدة نهائي، ممكن زيت لكن زبدة لا، الزبدة فيها نسبة مية فبتنشف الجلاش. بصوا كده وبتحروقه كمان بسرعة اهي، مسحة خفيفة كده مش كتير، ودي مهمة جدا عشان تخلي ورق الجلاش يورق معاكي ويديكي كده زي الفطير المورق بالظبط، الفطير البلدي المورق. ادي ورقة مديتها مسحة سمنة خفيفة، وادي التانية عليها كده. بصوا هنا مش هحط مسحة سمنة ولا أي حاجة خالص، هنا هحشي على طول. ولا نعمل ده السادة؟ إيه رأيكم نعمل ده السادة الأول؟ لو هعمل ده السادة يبقى هديها مسحة سمنة عشان خاطرك يا منة. بس حطيت هنا مسحة سمنة، كل ما هتيجي تتني لازم تحطي مسحة سمنة، علشان تاني بقول لكم تاني ده اللي هيخليه يديني زي الفطير بالظبط البلدي. وبعدين هروح واخداه كده، ده الساده يا جماعه ماشي اهو، وبثبت ازاي. طب انا هتني دي على دي، امسح دي سمنه؟ لا، ليه؟ عشان دي فيها سمنه من هنا على بعض بس كده، بقت كل طبقه وطبقه بينها مسحه سمنه صغيره. هاجي بقى هنا الوش والظهر، خلي بالك المسح بالفرشه، الفرشه اصلا ما بتشيلش ماده دهنيه، بتوزعها لي حلوه قوي من غير ما تشيل كتير. بصوا، وفي نفس الوقت الطاسه اللي هتحمري فيها ما تحطيش فيها اي ماده دهنيه، هو مع السخونيه هينزل اي سمنه زياده فيه. تعالوا نشوف الطاسه اخبارها ايه. ماشي، حلو الكلام جدا، اروح احطها كده من غير اي ماده دهنيه، بس النار هاديه ماشي شويه، واروح معليه النار على معمل الفطيره التانيه. وما خدتش وقت خالص ازاي؟ حاضر يا فندم. طيب هنطلع دي بس الاول، يعني نحمرها كده من جميع النواحي. بصوا بتقب ازاي، شايفين بتتنفخ ازاي؟ ليه بقى؟ ايه اللي بيخليها تورق كده وتعمل الحركه الفظيعه دي؟ علشان السمنه اللي محطوطه بين الطبقات. بصوا من الناحيتين شايفين الشكل، شفتوا الهواء بينزل ازاي؟ يعني معنى كده انها مورقه من جوه جدا جدا. هعمل ايه بقى عشان بس الحركه دي زي ما قلت لكم مهمه جدا جدا، ومن اساس اسرار الفطير الناجح. ادي طبق جنبي، اللبن دافي مش سخن، اول ما الفطيره تتحمر كده بالشكل ده هنزل على طول، بصوا في اللبن الدافي كده، شوفوا ازاي، بالفانيليا بالسكر، واروح شايلاه. اوعي تسيبيه على ما تروحي تعملي الفطيره الثانيه، لا ده في ساعتها كده صفي كويس قوي من اللبن. حلو الكلام، وبعدين حطها في طبق كده، وبعدين فين 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 اهو، شويه سكر بودر على الوش كده في النص. ايه رايكم في الكلام ده؟ ينفع نعمل فطير ولا ما ننفعش؟ قولوا لي الصراحه. وممكن كمان احط عليها عسل نحل،
اول ما تطلع من اللبن على طول. الحركه دي التكايه اللي عملناها دي، تسقيه اللبن بالسكر بالفانيليا، دي الاصل بتاعنا. بهرس البسبوسه كده بالشوكه واحط عليها شويه مكسرات. شوفوا بقى الحشوه دي جميله قد ايه، دي عسل. واقلب كده المكسرات الحلوه دي. في بندقيه هنا كده صحيحه، عارفين بتغمز لي بعينها، جايه لها ان شاء الله. بصوا اهي والله صحيحه، لا اتكسرت ولا حاجه، ويبقى قاعده بصوا ملكه ملكه جوه البسبوسه. اقلب كده المكسرات مع البسبوسه بهذا الشكل. وبعدين زياده فطيره بقى وزياده في الجريمه، معلقه قشطه، ممكن تحطي وش اللبن، تحطي قشطه العلب الشركات، كله ماشي وكله معانا زي الفل. قلبي كده كله في بعضه، دمار شامل. نقعد بقى في البيت كده ونعمل فطيرنا ونعمل البسبوسه بتاعتنا، كل اللي انتوا عايزينه ونعمله مع بعض ان شاء الله، وتقوموا تنفذوه لاولادكم في البيت. طيب الحشوه بتاعتي كده جهزت، مفيش اسهل من كده. احنا يعني واقعه زي الفل النهارده. برده مسحه كده خفيفه، وبعدين هروح حاطه دي كده على دي بالشكل ده ومثبتاه، ومش هدهن تاني كده. شايفين ازاي دي فيها سمنه، هروح عامله كده ماده دهنيه عشان هي فيها سمنه بما فيه الكفايه، اخليها بقى هي تتخلص من السمنه الزياده اللي موجوده فيها. طب دلوقتي اللي محشيه، وخصوصا المحشيه حلو، هعمل فيها نفس الحركه دي. الوحيده اللي مش هعمل فيها نفس حركة اللبن اللي محشية حادق، اللي هي جبن، تونة، أي حاجة. اللي محشية حوادق لا، مش هعمل الحركة دي. لكن كل الحلو بتاعنا عشان أبرز طعم الحلو الجميل، هعمل حركة اللبن بالسكر بالفانيليا. بحط عليها اللبن، يدوبك أغطسها حاجة بسيطة، وأعمل إيه؟ أروح مطلعاها أصفيها، والطبق في إيدي كده بالشكل ده. تعالوا أهي، يلا يا أستاذ محمد عيش.